الغربال في كشف المخسوف وكسف المكشوف. ايه بقى اللعبكه اللي انتم شايفينها دي؟ ملك وكتابه واحد من اهم اهدافه انه كل الناس اللي فاهمه نفسها مستخبيه او مخسوفه شويه ونازله تتآمر وتحدف طوب وتغزل كل اللي في بالها للوقيعه في الاهلي، ملك وكتابه مهمته انه بيسلط الضوء وبيكشف المخسوف. بس كمان الناس بقى اللي خلاص فاهمه انه محدش واخد باله، لا، على الاقل بنقول ان يجب ان يكون في قدر من الحياء. ورغم ان البرنامج وصل للحلقه 685 النهارده، وانتوا حضراتكم تقريبا حفظتوا منهج ملك وكتابه والياته، الا ان البعض بيختلف كتير احيانا، هو احنا المفروض نرد على الناس ولا لا؟ طب ننقي الناس اللي نرد عليها ولا نرد على اي حد؟ كان البدايه بنقول احنا همنا المكتوب وليس الكاتب، واللي اتقال مش القائل، ومع هذا تلاقي فيه نقطة جدل شوية. عندما كان المسألة ما فيهاش هذا الخط الممنهج لتزييف الواقع، فكان خلافنا مع المكتوب لأنه كنا بنتعامل أنه وجهات نظر بالضبط. ولكن عندما يرتبط الأمر بمحاولة مكشوفة من القائل بما يقول أو الكاتب بما يكتب، ويثبت أنه ده بيخدم على النقطة اللي احنا بنتكلم عليها دي، أيوة، أن احنا الأهلي قوي مش لأنه قوي، لأن الزمالك ساعات بيديله الفرصة، ولأن التمويل اللي بيجيله ما بيجيش لحد تاني، وإنه دي مش فير والدولة واقفة معاه أكتر من أي حد، ثم التحكيم، ثم الدولة، ثم يعني بعد كده أنت هتصل إلى إن هم عايزين يوصلون الأهلي لخرم الأذون. آه. ودي هنتكلم فيها في وقتها، لكن كل جملة من اللي بنقولها دي ليها مثل هيفسر اللي إحنا بنقوله. طيب، في مقالة مهمة له في مجلة الأهلي هذا الأسبوع، كتب الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ حامد عز الدين في مقالته بعيدا عن الفلسفة، يختص ملك وكتابة بهذه المقالة، وفيها بعض النقاط التي تحتاج إلى مناقشة معاه، بعنوان الملك لا يرد على البلياتشو. بيقول الأستاذ حامد: أشفقت للغاية على صديقين العزيزين المهندس عادل القيعي والصحفي الكبير إبراهيم المنسي في حلقة الاثنين الماضي من برنامجهما الشهير ملك وكتابة. فكرة البرنامج زائع الصيت ببساطة هي أن المقدمين يتوليان الرد على ما يقال مكتوبا أو مسموعا أو مرئيا من آراء أو وجهات نظر مختلفة تخص الملك الذي هو الأهلي، ومن هنا جاء العنوان الجميل للبرنامج. والمفروض منطقا أن تلك الآراء أو وجهات النظر تخرج عن إعلاميين بصفة عامة، سواء كانوا صحفيين أو مذيعين أو معلقين أو محللين، وبناء عليه يكون محتواها داخلا في نطاق العقل والمنطق والمعقولية، ويكون الرد عليها كذلك بالعقل والمنطق والمعقولية. لكن ماذا إذا كان ما يقال فاقدا للعقل والمنطق والمعقولية؟ هل يصح أن يرد الملك عبر شاشته على معتوه أو فاقد الأهلية أو مريض بالدونية؟ هنا يكون الأمر برمته موضوعا سائغا في عمل كوميدي مليء بالضحك في نطاق الكوميديا السوداء. وهذا هو الواقع الذي كان فيه الصديقان أعانهم الله، وهما يحاولان تقديم الأدلة على مصداقية أول قاعدة رياضية في الكون، وهي أن 1+1=2، ذلك أن البعض من فاقد العقل والمنطق يرون أنها تساوي 4. ولو عمل الصديقان العزيزان بقاعدة أنه إذا كان المتحدث مجنونا وترك الحكم عليه للمشاهدين والمستمعين العاقلين دونما استفاضة في إيضاح عدم معقولية الجنون، لقد تحول الصديقان إلى ما هو أقرب ومن دون أي مبالغة إلى فيلسوفين يجريان حوارا مع مرضى في مستشفى الأمراض العقلية. وهنا يصبح التعليق العقلاني الوحيد على ما جرى هو: وما الذي اضطركما إلى زيارة مستشفى المجانين أساسا؟ وإذا كان الصمت صدقة على فقراء الأدب، فإن التجاهل صدقة على فقراء العقل. إن أحدا ليس في حاجة على الإطلاق إلى إثبات على معقولية ومنطق القيعي والمنيسي في كل تعليقاتهما على ما ورد من عبثيات على لسان بعض المتحدثين رسميا أو تطوعا باسم نادي الزمالك الشقيق،
لكن المشكلة أن الصراع الدرامي كان فاقدا أهم عناصره وهو التكافؤ، فبدا الأمر مثيرا للشفقة عندما يواجه عملاقان قطا صغيرا ولا يتوقفان عن توجيه الضربات له. وأتذكر أنني وضعت ذات مرة في نفس الموقف وكنت برفقة الصديق إبراهيم المنسي على شاشة قناة الأهلي، ففضلت الصمت إشفاقا على المعاتيه واحتراما لذاتي على رغم محاولاته دفعي للرد والتعليق حتى يتواصل الحوار وتستمر الحلقة حتى النهاية. إن كل ما سبق هو مقدمة لرجاء مني لفريق الإعداد في برنامج ملك وكتابة بضرورة الحرص الشديد على اختيار الخصوم في مواجهة الملك والبعد التام عن هؤلاء من فاقد العقل والمنطق الذين لا يدركون الفرق بين النكتة والحقيقة أو بين الجد والهزل. إن أمثال هؤلاء ليسوا على مستوى مجرد ذكر أسمائهم على شاشة قناة الأهلي، وإنما مكانهم خيام سيرك الإعلام الرياضي الذي يذكرونني بالبلياتشو الذي يقف أمام خيمة الساحر وهو يصيح على رجلها تنور، على ظهرها تنور، فيضغط الأطفال على أسرهم لمشاهدة الكهرباء التي سيتم توليدها من رجل القناة الفتاة التي ستطير في الهواء، وداخل الخيمة لن يجدوا شيئا مما قاله البلياتشو صحيحا، وعلى رغم ذلك سيعودون في أول زيارة ثانية للسيرك ويجذبهم نفس البلياتشو، وليس على الملك أن يرد على البلياتشو، ببساطة لأن كل مهمة البلياتشو هي تسلية الملك وإضحاكه وليس الدخول معه في حوار. وحسرتاه على إعلام رياضي في مصر صار مليئا بالبلياتشوهات. بداية أشكر أستاذ حامد عز الدين على ما أطلقوا علينا من ألفاظ انتهت بالفيلسوفين والعملاقين والكلام ده، يعني هذا تقدير شكرا لي. نتمنى أن نكون نستحقه، ولكنه الراجل بيحبنا صحيح وبيثق فينا. وإنما هناك بعض الإيضاحات التي أرجو أن أضعها أمامه، لأنه هو لو أنت عايز تصف أي أحد بالجنون أنت بتبرأه. ليه بقى؟ لأن النهاردة المجنون الذي يرتكب جريمة قتل لا يعاقب. طيب لو أنا اتعاملت معاه من الأول باستخفاف قد يصل به الأمر أن ينفذ جرائمه ولا يحاسب. ولكننا لا نتعامل هنا، اختلف معه، كل من يقول كلمة يعلم جيدا لماذا يقولها وهو بكامل قواه العقلية، وأتعامل مع هؤلاء لا بالحرص الواجب أنا كبرنامج والاهتمام الواجب الذي يستحق الكلام الذي يبدو عبثيا، لأن تكرار هذا الإلحاح الإعلامي فجأة زي ما قلنا بتفريعاته إعلام جماهير سوشيال ميديا لعيبة قديمة فنانين أدباء أحيانا ومقدمي برامج، تعلم أنا وأنت وربما الأستاذ حامد من يمول هذه البرامج والغرض منها، وتكتشف للأسف الشديد. وانت كده هتشيد بالأهل، انت توقع البرنامج. هو وعلى فكرة اللي بيمول البرامج دي للأسف الشديد يدعون أنهم أهلوية، عشان بس ما نروحش بعيد، وحنكشف في الوقت المناسب وبالحقيقة. فما أقدرش أخدهم باستخفاف، لازم، لأن إحنا لما كنا بندافع ما كناش داخلين في خناقة مالناش دعوة بيها زي ما أراد صاحب البرنامج أو مقدم البرنامج أن يدعي. الضيفين الكريمين اللي اتهموا بعد كده برضه بالتحيز للأهلي بمجرد أن قالوا لا ده من حق الناس دي تفسر الكلام وترد عليه، لأن هو أنت ما جبت الأهلي. هو أنت ما جبتش سيرة الأهلي، هو إحنا ردينا على خناقة بين اتنين مقدمي برامج على حاجة في شأن عام ولا في حاجة في خلاف شخصي على تقييم حاجة. ده بيقول له أنت بتطبل للأهلي، ده بيقول له أنت هتوقع البرنامج عشان بتدافع عن النادي الأهلي، وهو الراجل تأدبا منه ما قالوش الله ما أنا سايبك يا سيدي تهاجم النادي الأهلي عمال على بطال وتسخر من كل شيء، لدرجة أنك أنت كل ما وبعدين كل ما يتحقق إنجاز، طب ما هو أي حد يقدر يجيب بطولات للأهلي،
طب وانت اما انت شايف ان الاهلي قوي قوي كده وان اي حد يقدر يجيب بيه بطولات، امال بتستخف بيه وتستنكر عليه حقيقه ان هو الرجل او النادي او المجموعه التي ليس لها منافس، عايز تغير هذا الواقع ليه؟ وتزعل ليه لما يجي واحد يدافع وانت بتسفه من انجازات الاهلي ها بدعوى انه الاقوى الذي اي حد، وبعدين تقول وهو الاكثر انضباطا والاكثر اموالا والاكثر والاكثر والاكثر، منتهى التناقض. فاحنا كان دفاعنا ان لا مش عايزين حد يبتز ولا يهاجم من اولئك الذين يدافعون عن النادي الاهلي، بالعكس لازم نبقى في ظهرهم. هذه ليست قضيه عاقل ومجنون، دي قضيه عبثيه، مشهد هزلي هنكشفه تباعا، وما نقدرش نوعد الاستاذ حامد ان احنا هنتفرج هنعقل لان لو خدناهم ان دول الناس بتهرتل هو الخطورة الجامة، لأن كان بيتاخد الكلام إن ما قدرناش نوقف الزمالك هنوقع الأهلي بهزار وعدم اهتمام. لما كنا بنقول اختراق النادي الأهلي إعلاميا كان بيتاخد إيه أنت بتقول إيه يا عم؟ لما كنا بننبه إلى كل هذه الأمور مش ضروري نكتشف بعديها بسنين إن كنا يا ريتنا واجهناها في حينها. النهارده والإعلام ينحسر ويقتصر على آليات النادي الأهلي فقط. يا راجل ده في اعلاميين اهلاويه بيخافوا ويبينوا انتمائهم عشان يستمروا. يعني احد الزملاء اللي كل الناس كانت بتقيمه، انا مش هقول اسمه، وانت وانا وانت كنا بقول لك قلت لك تابعه، ستجد قد يعني اصيب بالذعر اذا جاب سيره الاهلي بخير. فابتدى هو كمان يمشي في اتجاه التلقيح والهجوم. وهو راجل كنت اعلم انه يحب الاهلي، ما كانلوش دوافع يعني، ما بتهموش انه له دوافع ولا شريك، ولكن خايف على مكانه، خايف على مكانه. فاصبح انت مسؤوليتك انت بتحارب بالنيابه عن ناس كتير جدا، او مش بتحارب، احنا مش عايزين نسميها حرب، انت بتواجه. وبتواجه بايه؟ زي ما انت بتقول بالحقائق والبراهين والعقل والمنطق. ونستحمل هذا الحوار العاقل المنطقي اللي فيه وثائق، لكن اذا فضلنا في كلام تلقيح وكلام هنثبته ان هو يعني خلي بالك من الجمله، انا مش قائلها والله، بين الشيم والفيم تكمن الحقيقه. كل شويه هنوريكم ليه بيحصل ده. طيب الحقيقه اذا كان الاستاذ حامد قال الصمت صدقه على فقراء الادب وصدق على فقراء العقل أو فقراء حتى العلم، من حقنا أو من واجبنا حتى وإن كنا بعد كل هذا العدد الهائل من ساعات ملك وكتابة، إن احنا نقول للناس احنا عارفين احنا واقفين فين بالظبط، عارفين ضوابطنا كويس قوي، عارفين مسؤوليتنا كويس قوي، عارفين منطلقاتنا المهنية والأخلاقية. احنا في غنى خالص عن أي حد جاهل يحاول يفكرنا بحاجة هو يجهلها، لأنه ببساطة أي برنامج، لأنه حتى لما يتقال هو في برنامج قايم على استخدام فيديوهات القنوات الأخرى؟ إحنا بجد، لأنه أي برنامج تلفزيوني لأي حد دارس إعلام، ما هي أصلا بقت شغلانة، أي برنامج تلفزيوني هي فكرة وهدف ومنهج وآلية. ملك وكتابة فكرته كلكم عارفينها، المنهج اللي واخده من البداية انتوا عارفينه، الهدف الدفاع عن النادي الأهلي بكل ما أوتينا من قوة في الحق، والآلية بتاعته انتوا عارفينها، استخدام الآلية بتاعته كده، استخدام كل ما هو يكتب أو يقال أو يذاع أو ينشر بأي شكل من أشكال النشر العام للرد على ده كمستند وكوثيقة. أنا مش هقول إن فلان سمعت حد قال إن فلان قال كذا. أستاذ إبراهيم يعني معلش لأن ما بتتقالش. بنضطر نقولها. هم الناس مش واخدة بالها إن إحنا أول ناس انتهجوا إن إحنا نرد بالوثيقة الموثقة صورة وكلمة. عايز أقول لك إن وكنا بنرد على إحنا أول ناس. طيب النهاردة هذه الآلية الإعلامية الموثقة أصبحت سائدة رياضيا وسياسيا وفنيا. باسم يوسف عمل برنامج كبير عليه الحمد لله. هو أنتوا بعديها بدل ما تقولوا يعني نشكركم أنكم نبهتوا الناس أن الآلية دي هي اللي بأقرب طريق
للناس انك تصدق اي حد. انت تقول له انت قلت ايه وبتقول ايه دلوقتي بالظبط، انت بتجيب له لقطه ترد على كلام انت عايز تغيره. احنا لما كناش نلجا للاليه دي كان الحقيقه زمان اتغيرت بدري بدري. فيعني مش عايزين شكر طيب من حد، لكن على الاقل هنستمر على هذا المنهج مهما نالنا من سهام. شوف ما هو يعني ما هو الاستاذ حامد قال لك الصمت على فقراء الادب او حتى على عديم العلم صدقه، واحنا قابلين هذا التصدق. لا انت تصمت تصمت على لكن قليل الادب ممكن بس لازم حد يكون يقول له عيب يا ابني. طب ليه ما يقولوش عيب يا ابني؟ هتضطر انت تقول له عيب يا ولد، واخد بالك؟ أيوه. بعد شويه محدش بيرضعه. ايوه طيب فقراء العلم لا، هي ما فيهاش صدق ولا حاجه. انت لما تكون بتقول حاجه لا تعلمها واحد يعلمها ده هو الصدقه، انك تعلمه ما لا يعلم. بالظبط صح، مش كده؟ صحيح. هو 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 العالم بياخد صدقه ليه؟ لانه بيفيد الناس بعلمه، واحنا صحيح. لسنا من هؤلاء. صحيح. جزئيه انه الملك وكتابه لازم ينتقي من يرد عليهم، لا هنا انا بختلف مع الاستاذ حامد، لان هو هي الفكره فين؟ الفكره احنا بنحاول نحمي الراي العام من تصدير كلام كتير واكاذيب كتير مع الوقت ومع السكوت عليها للاسف، مع تعدد واختلاف الوسائط الاعلاميه المختلفه، انتشار مثل هذه الاكاذيب بيرسخها ويثبتها وبتشكل راي عام غلط، ونرجع بعد كده نقول هو مين اللي كان قال. فبالتالي ملاحقه الكذبه في منبعها ومطارده الكذاب بلسانه دي مساله مهمه جدا، ايا كان اللسان ده محطوط في بق مين، او ايا كان حجم صاحبه قد كده ولا قد كده، يستاهل او ما يستاهلش يترد عليه بشكل كوميكس او بشكل جاد، يترد عليه بشكل موثق او نقول له لا يا راجل بجد. كل دي اشكال من اشكال الرد اللازم التعاطي معاها كشفا للحقيقه وكسفا لمن يعتقد انه متداري. دي مساله او دي مهمه ملك وكتاب. طيب في الاخر بقى عشان نلخص الليله دي، اللي مش عايزنا نجيب سيرته ما جيبش سيره الاهلي. ايوه بالباطل. يعني جيب سيره الاهلي قول كل اللي انت عايزه. يعني ده لو جيت وقلت الاهلي خسر المباراه الفلانيه كذا كذا وكان اداؤه سيئا التحر، اي راي فني وجهات نظرك هنقول دي اراء جاي، لكن مش معقوله ان تبقى انت مكرس البرنامج بتاعك للتشكيك في الاهلي بطريقه ناعمه. ده يا راجل ده ضيوف لما كل ما اجيبوا سيره البرنامج اقول لهم لا ما تقولوش اسماء، لا ما تقولوش اسماء. هم حاسين والمتلقي فاهم، وانت فاكر ان انت لما تقول كده انت مستتر. واحنا مش متضايقين منك انك انت متصور انك بتهاجمنا، احنا بنرد ما عندناش مشكله طالما ان احنا في نطاق من الحوار المهذب. ما عندناش مشكله. لكن لازم تعرف ما تخليش حد عندك يسيء للنادي الاهلي، واحنا ما والله ما هنيجي نحيي. قول اللي انت عايزه بعد كده.